وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع هذا الدعاء، مع هذه العبادة النورانية التي أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى بها، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم إنه سبحانه وتعالى إنما يحب الإلحاح في الدعاء، يحب السؤال، يحب العبد الذي يدعوه تضرعا وخفية، يحب العبد الذي يدعوه في كل حال، في حال السراء والضراء، يحب العبد الذي يلجأ إليه في كل حين حتى في أصغر شيء في حياته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبب إليه صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة هي نوع من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يبين له أي الطريقين يسلك العبد، كأن العبد وهو يطلب من ربه عز وجل الخير من هذه الصلاة كأنه إنما يكل الأمر كله لله عز وجل، فكل شيء في حياته إنما يلجأ فيه لربه الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم حال الإنسان الآن وفيما يستقبل من الزمان وفيما مضى من الزمان، الذي يحيط بكل شيء. ولا ريب أن الإنسان إذا ما لجأ إلى ربه واستغاث به فإنه سبحانه وتعالى يغيثه ويجيب دعوته. ثم إن هذا الإنسان الذي يدعو ربه عز وجل هو على كل حال قد ضمن إجابة الدعوة، إذا ما دعا ربه خاشعا خاضعا ذليلا لربه عز وجل فدعوته مضمونة على كل حال. فإما أن الله سبحانه وتعالى يجيب له دعوته، وإما أنه يؤخر له هذه الدعوة في الآخرة، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه من السوء بمثل ما دعا. فإذا الإنسان عندما يلجأ إلى ربه هو في ربح في كل حال، لأنه إن أجيبت دعوته في الحال فقد ربح، وإن أخرت دعوته في الآخرة فقد ربح، وإن رفع عنه من البلاء بمثل ما دعا فقد ربح. إذن المحصلة في النهاية أنت أيها العبد، أيها الإنسان الذي تلجأ إلى ربك عز وجل، أنت في كل حال في حال ربح لا في حال خسارة حتى ولو لم تجب الدعوة. ثم إنك أيها الإنسان عندما تلجأ إلى ربك خاشعا خاضعا ذليلا إليه فإنك في حال ربح من هذه العبادة التي عبدت بها ربك، من هذا الخشوع ومن هذا الخضوع ومن هذا التذلل، كل ذلك إنما يمثل عبادة حقيقية لله عز وجل. وهل كل العبادات إنما كانت إلا لأجل هذا الخضوع وهذا الخشوع وهذا التذلل لله عز وجل؟ كل ما تعبد به ربك عز وجل وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى إنما يصب في النهاية لتحقيق هذه الغاية النبيلة العظمى، غاية الخشوع لله عز وجل والخضوع له وحده لا لغيره مهما كان من البشر أو من بني آدم. هذا كله إذن أنت الربحان، أنت أيها الإنسان الذي دعوت ربك عز وجل أنت الذي كسبت وأنت الذي ربحت. لا تيأس إذا لم يجب ربك سبحانه وتعالى، لا تيأس إذا لم يجب ربك سبحانه وتعالى دعوتك في الحال، لأنه قد ادخرها لك في الآخرة، أو أنه رفع عنك من السوء بمثل ما دعوت، فلا تيأس. ولذلك أنت لا تدري، لأنك وكلت الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري أي الخير هو في إجابة الدعوة الآن، أو أن الله سبحانه وتعالى يؤخر، أو أن الله يرفع عنك من السوء. أنت لا تدري، أنت في حال عدم إدراك للخير، ومن ثم فإنك توكل أمرك لله عز وجل، فهو الذي قد ضمن لك واختار لك، وأنت
لا تختار لنفسك، هو الذي اختار لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت. ولذلك فإن سيدنا عطاء رحمه الله تعالى في الحكم العطائية يعبر عن هذا المعنى بكلام نفيس، كلام طيب، كلام خرج من قلبه بعد الصفاء والنقاء، بعدما صفت روحه لله عز وجل نطق بهذه الكلمات التي هي كأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. نطق بنور الوحي الشريف، بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطق بنور القرآن الكريم، نطق بنور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل ذلك لما تغلغل في كل أنحائه وفي كله نطق بهذه الكلمات الطيبات التي شرحها العلماء فيما بعد، حتى إن سيدنا زروق رحمه الله تعالى شرح هذه الحكم شروحا كثيرة، وذكر العلماء أن كل شرح منها يختلف عن الشرح الآخر تماما، وأن كل واحد منها إنما كان بمثابة الفيوضات من الله عز وجل على سيدنا زروق الذي شرح به هذه الحكم. فهذه الحكم هي أنوار أو قبس من أنوار رسالة الإسلام، قبس من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي نزل عليه. فقال سيدنا عطاء رضي الله عنه، قال: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء، لا يكن موجبا ليأسك، فإنه، أي فإن الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فإذا كأن الأمر كله لله عز وجل، وكفى بنا أن يكون كل أمرنا هو بيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما خلق، ومن ثم هو يعلم ما يصلح ما خلق. وعليه فإن هذا الخلق نحن المخلوقين، إنما أمرنا كله لله عز وجل. فلا نيأس ولا نجزع إذا لم يجب الله سبحانه وتعالى الدعوة في الحال، وإنما الدعوة إنما قد تدخر، وهذا فيه الخير الوفير للإنسان. ولو خير الإنسان بين هذا الدعاء الذي دعاه وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه سؤله في الحال، وبين أن يؤخر الله سبحانه وتعالى سؤله إلى يوم القيامة، لو اطلع على حقيقة الأمر وأن الآخرة خير وأبقى، لو اطلع على ذلك لاختار حتما، لاختار أن يكون الدعاء إنما الإجابة عنه، والطلب الذي طلبه إنما يكون في الآخرة لا في الدنيا. قد نصبر على الدنيا، لكننا لا نصبر على فراق النعيم في الآخرة. فراق النعيم في الدنيا هين، لكن فراق النعيم في الآخرة ليس هينا، لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ أعين، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.